محمد. في مساريب عروقي سال عشقي يا علي، في كريات دمائي خط حبي. يا أعلى أصواتكم، كلما دق فؤادي قال نبضي يا علي، كلما رفت لهاتي قال ثغري يا علي، كلما أظلم دربي صاح دربي يا علي، كلما أخفت ورودي ضج عوضي يا علي، لك كنه لا يضاهى أو يدانى يا علي، لك كنه لا يضاهى أو يدانى يا علي، فلكم جل فقاها للبرايا وحبيبي ووصيي يا علي، ووصيي يا علي، ووصيي يا علي. يا علي أنت في الشدات درعي وحسامي، يا علي أنت في الدارين من يعلي لوائي يا علي. يا علي بهذه الصرخة المتجلية في سماء الحب العلوي نستقبل تلاوة القارئ الرائع فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال من جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالوا
وقال الحمد لله
فنعم أجر العاملين. فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وترى حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين.
وَاغْفِرِ الذَّنْبَ
السيد متولي عبد العال وسلمه الله. أقبل أياديكم جميعا أيها الكرام فردا فردا. أقبل أيادي أيضا اللجنة الأمنية لمجلس محافظة واسط في هذا الجو، جعلوا مجلسنا دافئا بوجودهم، جهاز الشرطة لقضاء بدر، شرطة المرور، الجميع جزاكم الله خير الجزاء. احتراما لمولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، أتمنى أينما كنتم في أماكنكم أن تقفوا وقوف إجلال وإكبار والدعاء لتعجيل فرج مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، وأن ترددوا معا بقلوب ملؤها الدعاء لمولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي ما شاء الله وليا
قرائنا الكرام، إلى أرواح مفسري القرآن، إلى